العمل طبعا من شعار وخيال الشيخ محمد بن راشد، ومشاركة نجوم من الوطن العربي كله. هل هناك اختلاف بين دراما لكاتب أو أديب معروف بين أشعار وخيال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن مكتوم؟ بالتأكيد هو طبعا الشعر هو أمير الشعر، يعني ما يحتاج، يعني مو بحاجة لشهادتي، لكن أعتقد أنه كمان هو أقرب شخص للبيئة اللي مكتوب فيها العمل، البيئة البدوية، وأعتقد أنه أنصف الشخصية البدوية. يعني مع الفترة اللي فاتت أعتقد كان في كثير تجاهل لها أو في شوية انقاص من حقها، بهذا العمل أعتقد أنه أخذت حقها اللي تستحقها يعني.